يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول المؤلف رحمه الله في من نفى عن الله الأسماء والصفات قال ولم يجعل له فعلا اختياريا بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه؟ هذا قول الفلاسفة والعقلانيين ينفون عن الله الأفعال، يقولوا لأنه يكون محلا للحوادث، والله منزه عن حلول الحوادث وما أشبه ذلك من الخزعبلات التي يقولونها. نعم.